الله وبركاته، معكم معتصم من قناة أندرويد الدراما. نتمنى من رب العرش العظيم أن يبلغنا ويبلغكم الصحة والعافية يا رب، ونكون دائما تأمين ولمين إن شاء الله. في درسنا اليوم سوف نتطرق إلى شرح 5 تطبيقات من التطبيقات الجميلة جدا الممكن تستفيد من الإمكانيات الموجودة فيها في الهاتف الخاص بك. طبعا التطبيق الثالث هو ممنوع، ما بتلقاه في أي ماركت أيا كان، لكن هنشرحه. قبل ما نبدأ في شروعنا لشرح الـ5 تطبيقات، أذكر وأنبه بالنسبة للناس اللي بيشاهدونا لأول مرة، نتمنى منهم الاشتراك في القناة لدعمنا واستمرار لقدام لتقديم المزيد من الخدمات إن شاء الله. وبرضه لا تنسوا تفعيل الجرس لتصلكم كل جديد، وعمل لايك للفيديو إذا أمكن ذلك. بنمشي نشوف الـ5 تطبيقات. شايفين أمامنا الليدن لينك، طبعا من التطبيقات الجميلة جدا الممكن يظهر لنا التنبيهات من برنامج التواصل، إذا كان الفيس أو التويتر أو الواتساب أو يعني بجميع التطبيقات ممكن عينها التنبيهات بألوان زاهية جميلة جدا بطريقة حسب اللون اللي انت تختاره لي بالنسبة للتطبيقات. زي ما شايفين أمامنا اداني من حافة الشاشة في ألوان متحركة، زي ما شايفين أمامنا ممكن نعمل أي لون نحن عاوزينه حسب اللون الدارينه نحن، هو الكلور زي ما ملاحظين أمامنا. هنا ممكن نغير الألوان حسب يعني اللون اللي احنا محتاجين له يكون يظهر عندنا في الكلور. هنا بنمشي للتنبيهات بالنسبة للتطبيقات، بنديه صلاحية طبعا عشان يظهر عندنا الدخول للإشعارات بالنسبة للتطبيقات. زي ما شايفين وانا مرحبا تشرفت بمقابلتك، طبعا هو برنامج مشهور يعني برنامج جميل جدا يعني بجد، هو بإمكانيات عالية وخرافية ممكن تستفيد من استفادة قصوى لشكل التنبيهات في الهاتف. هنا طبعا حسب التطبيقات اللي هي بتجيك منها تنبيهات عشان تظهر، وفي نفس الوقت تعمل يعني لون معين لأي تطبيق. ممكن على سبيل المثال ممكن نمشي للواتساب، ممكن نغير اللون هنا حسب اللون اللي احنا محتاج الليو يكون يظهر عندنا هنا برضو للتكست. زي ما ملاحظين امامنا برضو هنا بنمشي للجيميل برضو بنعمل له حسب اللون اللي احنا محتاج الليو برضو. هنا بيدينا طبعا الالوان برضو، يعني ممكن تغير شكل الشاشة زي ما ملاحظين امامنا اذا كان عاوزها تكون دائري او القطر بتاعها. زي ما ملاحظين غير شكل الشاشة عندنا، في العديد من المزايا طبعا ان احنا ما هنتطرق لها كلها، نترك لك حرية الاختيار في ما تشاء لضبط التطبيق، لانه هو تطبيق بجد جميل جدا ممكن تستفيد منه استفادة قصوى في الهاتف. هو تطبيق بيختص بالرسائل، من التطبيقات الجميلة جدا الممكن تخصصها للرسائل او يكون التطبيق الرئيسي للرسائل وحسب اللون. يعني بالنسبة للرسائل الواردة ممكن تعمل لها لون معين، او بالنسبة للرسائل الصادرة ممكن برضو تعمل لها تخصص لها لون معين. زي ما ملاحظين امامنا بيدينا اعداد لجميع الرسائل، ممكن تعمل نغمة، ممكن تعمل اغلاق لوحة المفاتيح، المحرر السريع، يعني فيه العديد العديد من المزايا بالنسبة لضبط الرسائل. بالنسبة لي هنا ألوان المظهر زي ما شايفين أمامنا هنا ممكن نغير لها أي أيقونة أي من الأشكال الموجودة مطابقة، نعمل لها اعتماد. هنا برضو ممكن نعمل تحديد للألوان زي ما ملاحظين أمامنا هنا مدينا هنا، يعني مدينا كمية من الألوان تقريبا من كل الألوان ممكن نعمل بالنسبة للرسائل الواردة أو الرسائل الصادرة. هنا برضو مدينا شريط الرسائل تظهر عندنا في شكل يعني مستطيل أو شكل مغوص أو شكل دائر زي ما ملاحظين أمامنا هنا بجد. هو هنا برضو نوع التكست، إذا كان دائر عندك تكست معين أو تمشي للتكست بتاع النظام حسب الحجم الخط برضو ممكن. بجد هو برنامج جميل جدا يعني زي ما ذكرت لكم. هنا برضو ممكن تغير الالوان، وهنا برضو ممكن تحظر قائمة الارقام معينة ممكن تحظرها عشان ما تجيك منها اي رسائل واردة. زي ما ملاحظين امامنا هنا تغيرت عندنا، هنا برضو عندنا الاضافات، هنا ممكن تضيف جيف، ممكن تضيف يعني
كمية من الإضافات في البرنامج زي ما ملاحظين هنا، ممكن تضيف مجموعة أسماء هنا برضو، ممكن تضيف زمن أو تاريخ المهم يعني أو حدث، يعني في العديد من الخيارات ممكن تستفيد من استفادة غزوة لي. بالنسبة للرسائل الصادرة أو الرسائل الواردة هنا ممكن تضيف صور، هنا ممكن تضيف صورة معينة، يعني بيقول العديد من الضبط للبرنامج. بجد هو من البرنامج الجميل جدا اللي ممكن تعتمد عليه اعتماد كلي في الهاتف بالنسبة للرسائل الصادرة والرسائل الواردة. أمامنا في واجهة التطبيق، هو تطبيق إباحي يجمع جميع طبعا أو الأغلبية العظمى للمواقع الإباحية زي ما شايفين أمامنا هنا. دي كلها أيقونات لمواقع إباحية، إذا كان خشيت في أي واحد ممكن نقولك مباشرة للمواقع الإباحية. طبعا بيحتوي على قصص إباحية، كتب إباحية، ممكن دردشة برضو إباحية زي ما ملاحظين أمامنا هنا موجود، لأنه هو زي ما ذكرت لك هو تطبيق ممنوع في، ما بيكون متواجد في أي ماركت أوسكار، ولا في نفس الوقت يعني أنا ما حارفق الرابط بتاعه في محل التطبيقات الأخرى. هنا برضو إذا كان خشيت يعني برضو هتلاقي تلقى بلاوي في التطبيق. هنا أمامنا هو عبارة عن مرئيات ميوزك، ممكن تضبط عادي في الشاشة أو خلفية، بتكون خلفية متحركة بالنسبة لشاشة الهاتف الخاص بك. طبعا البرنامج بيحتوي على العديد من المزايا زي ما ملاحظين أمامنا، بيه الإضافات جميلة جدا، ممكن تضبط لي خلفية متحركة لي بالنسبة لشاشة الهاتف الخاص بك زي ما ملاحظين أمامنا. طبعا بيه العديد من الخلفيات، ممكن عادي تعملها خلفية متحركة هنا زي ما شايفين أمامنا. بجد هو برنامج جميل جدا، ممكن تستفيد منه استفادة قصوى في الهاتف. بنعمل الأوكي، ممكن نعملها مضبوط عادي في الشاشة الهاتف زي ما ملاحظين أمامنا، مدينا يعني شكل جميل جدا وراغب في شاشة الهاتف. التطبيق الخامس والاخير ما في درسنا اليوم هو عباره عن تغيير شكل الايقونات. برنامج بتاع ايقونات يغير لك شكل الايقونات زي ما ملاحظين امامنا. البرنامج بيحتوي على 1038 ايقونه، وبيحتوي على 47 خلفيه زي ما ملاحظين امامنا. هنا في بعض الخلفيات ممكن تستفيد منها في تغيير شكل الشاشه، وهنا برضو مدينا تغيير شكل الايقونات بشكل جميل وراقي زي ما ملاحظين امامنا. بجد هو برنامج جميل، ممكن تستفيد منه استفادة قصوى في تغيير شكل التطبيقات في الهاتف. ممكن مدينا بعض اللانشر الموجودة في التطبيق، ممكن تسطبها عادي او تعملها بلي في الهاتف الخاص بك. طبعا نسطب لوجو ناشر، ممكن نعمل لها تغيير لشكل السيمات الموجودة عندنا زي ما ملاحظين امامنا. هنا اتغيرت عندنا شكل التطبيقات بشكل جميل جدا وراقي، لانه زي ما ذكرت لكم هو تطبيق يعني جميل من التطبيقات الممكن تستفيد منها في تغيير شكل الايقونات الموجوده عندك. وهنا برضو مدينا خيار ممكن تغير شكل برنامج معين اذا كان ما حابين تكون كل التطبيقات تغير شكلها في الهاتف الخاص بك زي ما ملاحظين امامنا. مدينا جميع التطبيقات الموجوده عندنا في الهاتف. ده اخر تطبيق عندنا لدرسنا اليوم. اذكر ونبه بالنسبه للناس اللي بيشاهدونا لاول مره، نتمنى منهم الاشتراك في القناه لدعمنا واستمرار لقدام لتقديم المزيد من الخدمات ان شاء الله. ولا تنسوا تفعيل الجرس لتكون كل جديد، واشوفكم في امان الله.